بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع الأستاذ الكابتن أنور الجامودي. أستاذ أنور، ليش تقترح لنا أثناء العمل؟ دكتور، بالنسبة للعلامات، هذه العلامات العالمية المتعارف عليها عالميا، أيوة صار الجبلي عادة، يعني كل نقطة سواء نازلة أو طالعة أها تشير إلى النزول أو الطلوع، أها فكل علامة توقف أول ما توصل العلامة، العلامة الثانية مهم. لابد إنك تشوف العلامة الثانية. جميل، هذا المتعارف عليه، ممتاز. إنك إذا ما بالطريقة هذا ممكن راح تتوه يعني. نعم، فأنسب حاجة ايوه ما تحدد علامة إلا بعد ما تشوف العلامة اللي بعدها، اللي يعني بعدها. وقفت على هذه العلامة، مهم. العلامة الثانية لازم تشوفها. جميل، فهذا المتعارف عليه عالميا، على أساس إن واحد ما يتوه، يشوف العلامة، يوقف على العلامة لازم يشوف العلامة الثانية، إن شاء الله. وهكذا سواء صعودا أو نزولا. جزاك الله خير، بارك الله فيك.